ويخترعون ايضا قطار اسرع ولكن بسرعه كبيره هائله وصلت اليابان الى ما وصلت اليه. وهم حتى اللاعبين قبل ان تبدا البطوله لديهم الثقه واليابانيين وحسب تصريحات لاعبي المنتخب الياباني اننا نتطلع الى الفوز للقب. هذا موضوع الحقيقه يعني من الاستحاله الحديث فيه. جول 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 البرازيل فات نيمار ولاحظ شنو اللي صار. مارسيلو الكرة وصلت بهذا الشكل خلاص خلاص. برازيلية عدلة برازيلية عدلة فريدي لنيمار. نيمار علقها في الزاوية اليسرى على يسار حارس المرمى كاواشيما وبالتالي اسكولاري وروبرتو كارلوس البرتو بيريرا